نجحت إسراء سمير لاعبة ألعاب القوى بالنادي الأهلي في خطف أنظار جميع عشاق ومتابعي أم الألعاب عقب مشاركتها المتميزة في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بتونس خلال الفترة من 16 وحتى 20 من يونيو الماضي، حيث استطاعت حصد ذهبيتين في البطولة وذلك في منافسات الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وقدمت مستوى مبهرا أشاد به الجميع. كما أن نجمة الأهلي تحتفظ بالرقم القياسي المصري في الوثب الطويل بعدما سجلت 6 أمتار و48 سنتيمتر في بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي شهر أبريل الماضي. وتعد إسراء سمير أحد العناصر المميزة في فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي وتلقب بالغزال الأسمر، حيث لديها سجل حافل من البطولات والأرقام القياسية، فهي أول فتاة مصرية تكسر حاجز 13 متر في الوثب الثلاثي وصاحبة الرقم المصري في الوثب الطويل، وأيضا صاحبة الرقم الإفريقي تحت 18 سنة في الوثب الطويل، كما أنها حققت ذهبية ملتقى فرنسا، إضافة إلى حصولها على المركز الثامن في أولمبياد الشباب في الصين، كما حققت العديد من الميداليات الذهبية في البطولات الإفريقية والعربية. وأشاد ياسر داود مدير جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي بتألق إسراء سمير خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها تبذل قصارى جهدها في الفترة الأخيرة، والرقم القياسي الجديد الذي حققته في مسابقة الوثب الطويل كان ثمرة اجتهادها وخضوعها لبرامج تدريبية مكثفة.